ديت السطر 29 كنا قفلنا اخر حاجة بسلسلة. لما نلف الشغل كده لورا هنلاقي الغرزة اللي كنا بندخل فيها اللي هي اللي بين الورقتين دول، هندخل ناخد منزلقة. احنا طبعا كنا ارتفعنا سلسلة، فهندخل ناخد حلقة وبعدين نطلع بمنزلقة. هنطلع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هنيجي هنا في ظهر البوب كورن هنلاقي في احنا عندنا العمودين اللي هما اللي بلفتين، في ليهم 4 حلقات. هنلف وناخد غرزة حشو وبعدين 2 سلسلة، وبعدين هنلف لفة على الإبرة ونروح للفاصل التاني بين الورقتين، هناخد عمود بلفة وبعدين 2 سلسلة. هنمشي على كده بقى 2 سلسلة ونيجي هنا في ظهر العمود بلفتين ناخد غرزة حشو في الأربع خيوط بتوع العمودين، هناخد غرزة حشو وبعدين 2 سلسلة، 1 2، بعدين عمود بلفة في الفاصل ما بين الورقتين وبعدين 2 سلسلة غرزة حشو. يبقى احنا هنمشي على 2 سلسلة غرزة حشو و2 سلسلة عمود بلفة في الفاصل. هناخد كده غرزة حشو وبعدين 2 سلسلة وعمود بلفة، ونكرر كده لآخر السطر، عمود في الفاصل وغرزة حشو في ظهر البوب كورن، وهنستمر على كده. يبقى السطر ده عبارة عن مجموعة سلاسل. اخدنا 5 سلسلة، هنشبك بعد كده هنسيب سلسلتين ونشبك في تالت، هنشبك في تالت في ارتفاع 3 سلسلة، وبعد كده الاتنين دول هيعتبروا مسافة، وبعدين غرزة حشو 2 سلسلة عمود بلفة، 2 سلسلة غرزة حشو في ظهر البوب كورن، 2 سلسلة عمود بلفة، 2 سلسلة غرزة حشو، وهكذا هنكمل السطر كله على كده ونرجع.